يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد لعلات، أولاد لعلات، ديننا واحد. نعم. ما معنى ذلك وفقكم؟ نفي الرسول بين هذا، قال ديننا واحد، معناه أخوة لعلات أن ديننا واحد، ديننا واحد، مثل الأخوة من الأب الذين أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقة، فدين الأنبياء واحد، لكن شرائعهم مختلفة بحسب مصلحة البشر. نعم. وكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم.